السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، نلتقي وياكم في هذا الفيديو، يعني بعد آخر طلعة للحداك الأخيرة، يعني شوي تعبنا منها من الرطوبة والحرارة، فريحنا كنا نرتاح الفترة هذه، يعني حتى شوية تحسن الجو وتخف الرطوبة والحرارة ونطلع، لأن الواحد يعني يطلع يبي يستانس، فيطلع وهو تعبان ما ياخذ راحته ولا وناسته، فطبعا ريحت الفترة هذه. طبعا استغليتها اني ارجع للارشيف اللي عندي، احاول اطلع منه اشياء ممكنكم تستمتعون فيها او تستفيدون منها. والموضوع مثل ما مكتوب على عنوان الفيديو، تجربتي مع الماشوة. الماشوة بديت فيها سنة 2002، يعني هذه البداية اللي شريت فيها الماشوة، وبيتكلم عنها شوية قبل لا أحط بعض المقاطع، يعني شلون شريتها، شل الأشياء اللي سويتها، في شل يعني مواقف اللي صارت لي بالبحر، يعني مواقف يعني صعبة أو بعضها طريفة لو أن البحر ما في شيء طريف. ووقتها أنا كان عندي طراد 14 روضان، وكنت أنزل فيه مع العيال، سبق نزلت منه مقطع يعني، أو بعض الربع نطلع، لكن مو الطلعات، يعني تركيزي أحب الأسياب أكثر شيء، فنطلع بين فترة وفترة نطلع بال14، لكن أحيانا أنا أطلع لحالي مثلا بالكرفان، ففي صعوبة يعني يبي واحد وياي، يعني أحد من العيال، أحد كذا، أساس يبي لمس أنها تجر العربانة تنزله، فهو يعني في يكون صعوبة يعني، وأنا سبق جربت نزلت فيه مرة، لكن شوي فيه متعب يعني، فصار بالي إني اخذ لي مشوه حليوه قدي خفيفه علي، اقدر انزلها من السيف براحه وانزل فيها يعني بالاسياف، يعني داخل شوي واستانس فيها وحدب واخذ يعني رقبتي منها وناسي. فشفت في بعض المشوهات يعني انواع، يعني شفت على 8 قدم بلاستيكي، اعتقد يمكن مال الصبيح او شيء، لكنه يتهزهز يعني، وكنت ابي ماشوة شوي ثابتة. وشفت فجأة أنا رايح حق أروح شركة الروضان أيامها أشتري ميادير مسدد، هو وكيلها دائما أروح أشتري منه، فشفت هذه المشوة اللي لونها برتقالي، أظن صناعتها فرنسية، ماركتها بك، ويجي منها نوعين صغير وكبير، الصغير تقريبا 7 قدم والكبيرة يمكن تجي فوق 8 أو شيء، فقلت الصغير زينة هذه، والله هو عزم يعني، شفتها ورحت، بس يوم جاب يعني كنت لاحين متردد إلى أن يوم أنا كنت رايح أحدق، مرة إحنا كنا نازل أنا والعيال بالطراد مارين من عند صوب الدردور، ولا أشوف واحد راكب مشوة برتقالية هذه بين هالطراريد، عفي عليه ما شاء الله تبارك الرحمن، ولا راكب وحاط له ذاري قدام في الطربال عن الكاذح، شفته بين هالطراريد ويخوت سبحان الله، وصار ببالي. المهم طلعنا بعد كم يوم رحت أحدق على السيف عند حماية البيئة اللي بالراس، وانا حدق سبحان الله، ولا هذا نفس الشخص طالع جاي بيطلع المشروع مالته قدام، والله بيجي ويدش بيطلع على السيف وينزل زبيله بشتة وطاقه الجريمبه حداقه قفو يعني، والله ما شاء الله عليه، ويفك الماكينه وياخذ الماكينه يوديها سيارته شفر على ما اذكر،
بطل الدبة حط مكينته وخذ المشي وحطها بالدبة وحط زبيله وغرباته وحرك ومشى. قلت لا بالله هذا اللي ابي اخذه. فعلا كنت انا شايفه عند الروضان، رحت على طول الروضان يعني شفت سعره، وهذا كان اعتقد كان بحدود ال 200 دينار بدون مكينه بدون اي شيء، يمكن حتى ما ويا مجداف وما ويا ما ادري، لكني خذيته. فخذيت المشوه جبتها معاي يعني حلوه، حتى خذيتها بالجيب، نزلت الكشنات وهذه دخلتها داخل يعني، قدرت اوديها اجيبها معاي البيت. وهني عاد قعدت افكر ابي شنو اسوي لها، يعني شغله قاعده حق المكينه عشان اركب عليها مكينه، وابي قواعد حق السنانير، يعني بحط لي سناره مني سناره مني. انا كنت مسوي لي سنانير انا مراهمهم يعني مضبطهم، كنت انزل فيهم حق الطراد ال 14 بقايا سنانير ورهمتهم ما شاء الله قويه. فقلت ابي اسوي القواعد حق السنارتين. اخر شيء اهتديت اني اسوي حزام من الصاج، حزام يعني عرضه تقريبا 10 سنتي، يجي من طرف الماشوة الى طرف الماشوة الثاني، يعني بالقياس خذيناها بالقياس، يعني تعكفها وتنزل الشكل هني بالطرف، يصير في حلقتين ورا بعض حلقتين، نفس شغل الصفابير يعني شغل كبس وطق. وفي مجال، لان المشكله انه بلاستيك ما تقدر تعبث فيه تخرج فيه، يعني صعب ممكن تاثر عليه يعني. فطلع بالطرف هني ممكن انا اخرج برغي ومني برغي، فقلت بس خلاص احط هذا الحزام وامسكه برغي هني، وبرغي هني صار عندي هني قاعدتين، اللي تحت استعملت لاصق قوي من يعني نوع من اللاصق احطه تحته، حطيت لزقته وحطيت صخر عليه حتى مسك. فانتهت. بقى عندنا اللي هو المكينه. المكينه سويت لها مثل الجسر بايبات، هم مسكناها بالبراغي بالاطراف، وسويت لها قاعده على اساس المكينه تركب. وشني القاعده؟ قلت الخشب يخرب مع الماي والملح وهذا، خذيت البلاستيكه اللي هي مالت اللي يقصون عليها الخضره ويطقون اللحم، بلاستيكه تكون قويه يعني وما وتتحمل ولا تصدي ولا شيء، تكاد نظيفه. وفعلا كان اختيار صحيح، خذيتها متينه شوي وقصيتها وركبتها براغي بالجسر هذا، وصار يعني قاعده حق تركب عليها المكينه. والحمد لله جت بالقياس وضبطت. الحين شلون ابي اسوي لها عربانه يعني؟ يعني ابي انزلها او كذا او اسحبها. فشنو خليت يعني طرت علي؟ اللي هي العربانه مالت العمال، مالت عمال البناء، اللي واقفه، مو اللي تندج هذه، لا اللي واقفه تجي لها يعني حاجز هالشكل واقفه، يعني تتحمل 500 كيلو، يحطون عليها الطابوق وسميد ويمشون فيها. قلت بس هذه احسن عربانة حق ما اشوفها، بس انها شوي قصيره. رحت زدتها بايبات، رهمنا بايبات عليها، مسكناها على طول قياس الماشوه وتطلع، فتمسكها الماشوه قدامك من ورا هذيك مدقره وتدزها وانت مترتاح، تربطها شويه بس خلصنا من هذا. الحين انا قعدت افكر ابي اوثق ابي اصور. التلفونات مو ذاك التصوير، انا جربت اصور اربط التلفون وكذا، لكن تصوير ايام التلفونات وقتها ما كان ذاك التصوير. فقلت ما في الا اصور بكاميرا الفيديو اللي ذيك الايام معي، اللي هي هذه اللي استعملتها في التصوير. فشلون الطريقه؟ هني في برغي اللي دائما حق الحامل او الستاند، فخذيت برغي نفس يدش بال بال بال
بالكاميرا يعني، رياس يدش ويركب. فكيت اللي هو القطع مال المكينة نفسه بلاستيك، لأن شريت مكينة يا ما حصلين، أنسب شيء خفيفة ما تثقل على الطراد وتودي وتجيب. يا ما خذيتها أذكر من السلطان أو شيء، رحت شريتها كانت حصانين، كانت وقتها يمكن 150 دينار أو شيء. خذيتها وفتحت القطع هذا وخرجته ودخلت البرغي ولحمته من تحت ومن فوق، صار قوي. خليته لما جف طبعا صم بلاصه قوي، ويصير اركب على طول، اركب عليه البرغي هذا فوق المكينه، اركب لفه لفه واخلي الكاميرا موجهه صوبي، ويكون افتح اللي هو هذا اخليه قدامي عشان اشوف العرض. والله ونجحت المساله وجربتها، ويعني على وقتها لما كنت اصور ما كان بصور حق قناتي او شيء، لا ما كنت اصور القناة، كان تصوير علشان ارشيف خاص لي يعني ذكريات. المهم لله الحمد ضبطت الشغله، توكلنا على الله قمنا ندش. وكنت ادش اكثر نزلاتي من الطباعيه، اللي اكثر ما اروح بالكرفان هناك واشيل الماشوه احطها على السله من ورا، والعربة المكينة وهذا، وحتى العربة أنا أخذ احتياط أني أروح. المهم أني أوصل هناك، لا اشتهيت، أغلب طلعاتي بالليل بعد المغرب بعد العشاء، وأقعد ساعات إلى الصبح أخذ راحتي، وأكثر نزلاتي بنص الأسبوع حتى لا يصير في زحمة وطراريد من المشاكل. فكنت أنزل طبعا أول شيء من عند الصخر خفيف هذا يعني ما شاء الله، يعني كان يمكن وزنه 19 او شيء اقدر اشيله استبه وانزله. بعدين اخذ الماكينه اركبها، عندي صندوق، مو صندوق، علبه بلاستيكيه لها قطع احط فيها الجاي والتلفون واغراضي وكل شيء هذا، بحيث انه على اساس بلاستيك ما لو يصير يجي ما يتشار ما يتهذر يعني. ومعاي الترمس الاحمر المتوسط كولمان اتذكره، وانزل. كان معاي المجداف، اول ما انزل بالمجداف شوي بعدين اشغل الماكينه وادش داخل، ويعني كانت متعه يعني، ايام تمتعت فيها بشكل من احلى ما يمكن. وعرفت المكان يعني ابعد تقريبا 400 متر 500 نص كيلو. ساعات والله اذا كانت دهنة وما في موج والله ادش داخل حيل يعني. المهم اني قمت استانس بالصيد، وعرفت لي كم قوعه من الخبايب هذه، مره هني يعني بهالمنطقه. والصيد كله سمكة الجنوب، كلها شعاري وقرقفان بسكر بواليل ينم من هالصيد هذا. فحتى يجي مرات صيد يعني درجة ان الفريزر هذا يعني اترسه، ولا العادة نص ثلاث ارباعه صيد حلو يعني. المهم الواحد يستانس، والسنارتين حاطم، واحدة قطع الشكل واحدة قطع الشكل، ويعني ماشي الامور. لكن يبقى ان البحر ما له عمى، لابد تجيك مشاكل فيه، في خطورة. وحصل معي يعني مرة، بسم الله، مرة وأنا بنزل سندت الماكينة على طرف الكرفان وأنا أشتغل طاحت، رديت على طول شلتها وقلت أجربها، ماني نازل لما أجربها، وأشغلها يوم اشتغلت قلت ان شاء الله ما فيها شيء. وعقب ضبط شغلي نزلت حطيت الماكينة على المجهوة اعطيت شغلي وشغلتها واشتغلت، ورحت داخل، حتى رحت داخل شوي. يوم حدقت وجيت بغير اروح لمكان ثاني ولا الماكينة ما تشتغل، ابي احاول ماكو فايدة، مو راضية تشتغل. فما كان عندي الا مجداف صغير
ونهد حيلي وانا اجدف لين تقريبا ساعه، تيار ما يدزني ساعه، يا الله يا رديت الكرفان يعني طلع الخراب يوم طاحت الكبريتر مال الماكينه صار في شرخ، فكان بدايته ماشي البنزين يوصل بس مع الشغل هو شغال وهذا كمل الكسر فالبنزين ما قام يوصل. المهم صلعت الماكينه وهذا ورديت اكمل، لكن شنو سويت؟ لان تعرضت مره ثانيه ان البحر كان كله قصيح قصيح، فقام يلف على الماكينه احاول قد ما كنت ما راضي تشتغل، فقعدت اجدف بالقصه الى ان رديت، فيعني تعبت يعني. اضطريت اشتري لي مجداف اكبر وخليته راسين وخليته احتياط للطوارئ والثاني موجود عندي. يعني هذه من الاشياء اللي مره كانت خطره شوي، كنت احدد وكنت يعني اصفط الميده اشيل القشر عنها وهذا عشان تسوي اصلاقه، وانا لاهي حذف ماسكها طرف وحذف القشر هذا صفاط، كان تطير الميده وتطير كفي، طاحت جنبي بدون شعور، انا رحت مدنت ابا يعني بمسكها قبل لا تروح ولا الماشي، هو صايره كذي كان توقف. اللي فادني ان الماشي هو بيصيد، يمكن لو طراد عادي قلب علي، لكن كان بيصين، فوقفت على البيص الايسر وقعدت خمس دقائق وانا سترك يا رب سترك يا رب اغضب يا رب سترك يا رب، وانا ترى عسى ما اقلب يعني يا اقلب يا اتعدل، والله سبحانه وتعالى برحمته والله تنهرت وانا انزل واريح وعادي. هذه منها اللي خليت لازم اخذ عقبها اخذ معاي ستره نجاه، يعني لو اطب ما ادري ايش يصير فيني وليه والحالي. هذه من المخاطر يعني اللي مرت علي. لكن اخطر شيء كانت بعض الطراريد يجيك طاير بالليل ما يشوفك، انا العاده لو نزلت عندي ليت البراز هذا اللي فيه لمبه حمراء وبيضة اشب الحمراء وانا ماشي حتى ينتبهوا لي اذا حد مر. فانا قاعد احدق حاط لي نيون قدامي شوي صغير وهذا واحدق وهذا واشوف الا الطراريد جايه تجيك طاير بعضهم ما يشوفك حتى لو حاط لك ليته وهذا بعضهم ما يشوف سبحان الله عيونه يعني بس مبطل عيون، فكان علي خطوره انه يدعمني اي واحد، فاقعد اشر لهم على اخر شيء ينتبهون يوخروا اشر لهم بالليت. ومره والله بقيت اروح يعني كان بيني وبين الهلاك شعره قاعد احدق ما دريت تشكي جايني من داخل البحر منين جاء ما ادري، افضل ما جاني طاير ما انتبهت الا هو عندي بيني وبينه 10 امتار وانا افزع عليه اصرخ لانه ضربني خلاص هلكني، ولا الليت معاي على طول بجي واقعد اصارخ عليه صارخ، يوم ذاك انتبه صرخ خويه معاه ورا وخر 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 ويلف ويشطفني شطف الله فكني ذيك الليلة. من عقبها قلت لازم أشوف لي طريقة أخلي اللي يجي الحاش ما يجيني ما يقرب مني، شو أسوي؟ والقالي قلاص عند العيال يلعبون فيه إذا يعني رأس دل دقمة يقعد يبرق ليته يبرق مثل برق خفر السواحل، شلون خفر السواحل قام هذا الماله يفتر ويولع نفسه على طول. قلت بس باخذه منهم واقعد ارهمه واسوي له صاموله تركب على البرغي اللي على الماكينه، ولا طلعت ركبته على الماكينه خلاص فيه الليت هذا اللي يفرق، وقعد من اشوف طراد حسيت انه جاي صوبي طقيت الدقمه قام يبرق، ما اشوف الا لاف يمين ولا لاف يسار ولا لاف مني،
يبخر عني، لكن بعضهم اشك فيهم لانه مني يولع اشوف داس المكينه والحاج. اما واحد اذكره جاني طاير طاير بهالظلمه مطفي ليتات مطفي كل شيء بيدعمني، كان اشغل الليت هذه، يوم شغلته كان يرد 180 درجه لف هالشكل وداس المكينه وانحاش. قلت هذا في بلاء، هذا يا عنده ممنوعات ولا مهرب ولا بشيء. خليت دفقت قلبه ولا ارتحت من هالسوالف الا في هذا الليت اللي فكني من شر الطراريد. وهذا هذه من يعني الاشياء اللي يعني مرت علي. اما من المواقف اللي قد يكون فيها يعني شيء من الطرافه، اني استغرب يعني انا طرادي كله اقل من سبعه، يعني ما اشوفه سبعه متر، سبعه قدم يعني ما يجي مترين يعني. فكنت يعني حدق بالليل اكمل للصبح ساعات، يوم تطلع الشمس شوي بعدها نص ساعه ساعه حمت يعني اطلع في طراريد ينزلون اشوف كم واحد عقبي. انا استغرب لما يعني يجي الصبح ورادين الطراريد ما اشوف الا يجون يتجمعون حولي، ما ادري هم صادوا قالوا هذا قاعد من امس هذا طايح له على صيد وقوعه، تجمعوا خمسة ست طراريد وأنا بينهم. يعني منظر مضحك، يعني طراد 27 قدم، طراد 20 قدم، قاموا جنبي طالعهم أنا مستغرب وخبوني في الموج. يوم شفت يعني دوخوني على طول سحبت السن وسرانيري وحرك، يوم حركت ولا أبو 27 قدم قاعد يلاحقني. رحت هناك ولا جاي صحت ولا جاي واقف جنبي، اروح من هناك عرفت ان هذا غشم ومو صايد شيء. وهذه من المواقف يعني الواحد من يعني المواقف. اذكر مره داش بالليل فجأة ضرب الهواء، هذا من الواحد يعني البحر ما له امان، يوم ننزل كان الهواء حلو موج خفيف كل شيء زين. ونزلت دخلت والله شوي توني بحدق وقطعت السن وقطعت سرانيري وكذا، ولا يوم بدا الهواء 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 لا يوم عزم، يوم قام الموج يشيل ويشدخل على طول. انا سحبت السن ما فيها بعد هذه، فطالع للطراريد جايه من حوشه كلها. وين جايه؟ جايه المسنه، انا اقعد بالنص المسنه تصير يميني عندها سيف، انا صوبي صخر اللي انزل منها الطراد. ف بسم الله اذروني انا حلقي ينشف يعني من سبت انه انا شايل الغدد العابيه من زمان، يعني هذا الحج من زمان شايلهم يعني صاير فيهم اورام بس حميده ولله الحمد وشالوهم. طبعا اثر عليك والحلقي دايب ناشف. نرجع على قولت شو اسمه محور حديثنا. ف الطراريد جايه والموج قام يشيل يشدخ، فعلى طول انا قلت بروح وين المسنه، ما اقدر اروح صوب الكرفان الصخر، الموج بيكسرني انا والمجبور ما في مجال يعني. يوم لفيت هالشكل بس بحساس بروح يعني تكون السيف هناك ولا الموجة بقت تقلبني على طول. وانا عدل ما شو قلت مالي الا انا اطح الموج، مالي الا انا اطح، ما اقدر. قلت هالشكل رحت فيها، ففعلا صرت ضد الموج وخليت المكينة طقة طقة اقل سرعة تك تك تك. ليش؟ لأن لو أنا يعني زدت سرعة الموجة ضربتني راح تقلبني، فصرت شنو مثل الخشبة الطافحة، أصعد مع الموجة وانزل أصعد وانزل، وقعد تك 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 يمشي إلى أن مشيت مسافة تعدت حتى كرفاني. الحين قلت بس يصير الموجة الحين وراي،
ما يصير يضربني على جنب، يصير وراي، لكن شنو؟ لازم ممكن حده حتى الموجه لا يعني تغطي علي. وفعلا لا الحمد، وانا يعني ارد على طول، نفيت وعلى طول دست الماكينه وطاير عن الموج لا يعني لا يغطيني يضربني من وراء. ودست 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 لا الحمد، يوم قربت المسنه ولا شو اشوف؟ معركه، الطراريد تصافق على بعض وكل واحد يبي يطلع ومو قادرين يطلعون، وهذا يصارخ وهذا الشكل والموج يشيل يشتق. انا جيت بين هالموج الله على السنه للسيف، وسيد ادش بالسيف، رفعت بالسنكينه شوي لا تكسر، وانا ادش بالسيف. دشيت الحمد لله بالسيف وامنت نفسي، قلت اللهم لك الحمد والشكر. كان في شباب قاعدين جاوا الله يجزاهم خير يركضون، سحبوا الطراد معاك قدمناه، الحمد لله ريحت شوي. الحين بوجه الطراد الكرفان، خذيت سويت وتلفون، قلت للشباب جزاكم الله خير، حطوا عينكم علي، انا بروح اجيب العربانة. الله العربانة اللي بيقول اسكت العربانة، بجيب العربانة. قال العربانة، قلت ايه بروح اجيب العربانة مالت الماشوة واخذه. قالوا ولا يهمك، الطراد ما الماشوة عندنا. والله واروح امشي وهذول طالعهم شيل مو قادرين يطلعون، حالتهم حالة. واكمل واروح للكرفان واجيب عربانتي. قال حجز. يوم جيت الزيف شباب يطلعون، لك شنو هذه؟ قال العربانة. قال هاي عربانة ما شو وقت. قاعد يضحكون، حطينا شو اسمه الماشوة، ربطتها وعدلتها وخذيتها ورحت راد. كان مر المسنة ولا الطراريد قاعدين يطالعوني يشرون علي يضحكون، انا اضحك يعني على حالتهم، وهم يضحكون على الموقف. شلون الماشوة المترعين سبعة قدم طلعت وهم قاعدين مو قادرين يطلعون. فهذه من المواقف اللي كانت يعني فيها طرافة واتذكرها. يعني كذلك يعني اذكر مره كنت احدق بحليفه عند الميناء، نازل هناك وجيت الميناء صار يساري، وكان في هناك حضره اللي يعرفوا المكان، حضره صاير ورا الحضره قريب الميناء. قاعد احدق شوي ولا اشوف خفر السواحل جايني، طراد كبير ويجي ويصفط قدامي وانا طالع، ولا يطلع علي عسكري توه شباب صغير يمكن عمره 18 توه يمكن، وما يعرف البحر ما ادري شلون توظف، ويقعد يطالع فيني عيونه طايره. يقول يا ولد ايش قاعد تسوي؟ يا ولد اطلع لا تغرق، ايش اللي داش فيه هذا؟ هذا ما يندش فيه، اطلع اطلع لا تغرق. فانا قاعد اضحك، قلت لا لا ماكو شيء، هذا قارب يعني اقدر. قال اطلع اطلع هذا تغرق فيه اليوم، ما يصير وقاعد يسوي. انا بقيت حد، انا احب التعليقات، بقيت اخذ اياها، بقيت اقول له انا اشتغل بالمينا اسحب البواخر واصبطها، بس خفت قلت خاف اذا قلت كذي قال هذا مو صاحي ويسوي لي مشكله. المهم انه يعني عدت على خير وطلعت. فهذه من المواقف يعني اللي تصير، لكن النهايه ذكريات يعني جدا حلوة في هالمشوة، استانست منها، قضيت أيام يعني قعدت كم سنة وأنا على هذه المشوة، يعني أخذها براحة وأخذها ساعات معاي البيلجة، أركبها بالكرفان عندي وأنزل فيها حدق، والعيال اللي راحوا يستانسون منها. فكانت يعني جدا. في شغلة صارت مرة بيلجة، كنت ماخذ ونازل وقرحت الماية هناك، العلم فلت بسرعة تقرع، فصار الصخر كله نو، يعني تقول سكاك يعني نو كله سكاكين. فقمت أسحبه يعني صار عليه في أغراض وما أقدر أشيله، وهذا أشيله وأغراض فريزر والأغراض اللي فيه، فنسحبه. والعادة حتى على الرمل ولا هذا نسحبه أساس أني أودي صوب السيف من هناك يشيله. لكن يوم وصلت هناك وشفت قلبته ولا متجرح، تجرح يعني ما
ممكن ينفط اذا على هالحاله، يعني ما سويت له شغله راح يعني اخسر. فايش سويت؟ رديت، رحت الروضان اللي يشتغلون بالقوارب يعني نفس المصنع، وقلت لهم كذي السالفه، وابي واتذكر اللي كان مسؤول عليهم واشتغل واحد قال له الفردان، اذا ما له يعني ماني غلطان الفردان. قال خلاص اسوي لك الضبطه، بس ترى راح يصير عليك ثقيل وقبل خفيف، بس الحين لا، راح نلبس لك من تحت شو اسمه فيبر جلاس، راح اسوي لك كم طبقه وراح يصير في ثقل عليك ثقيل. وفعلا صار يعني من 19 الى تقريبا فوق ال 40. لا مو مشكله ما دام عندنا الحربانه او اثنين يشيلونها، وفعلا قعدت فيه ثقيل لكنه يعني حوش صخر حوش كذا ما في مشكله يعني. هذه من الاشياء اللي مرت علي في يعني ما شو الواحد يعني احداث كثيره ما يعني بعضها يمكن طافته، لكن انا انصح ان اي واحد يعني من الشباب اذا خاطره ياخذ له ما شو وهذا يحترص. اول شيء لازم يعرف في البحر، لازم يعرف يسبح، هذه وحده لازم، ولا يطلع في اماكن علم يعني مكان طراريد عبور طراريد وهذا. ترى الحين بعضهم انت تمشي عدل لكن غيرك ما يمشي عدل، يدش فيك ما يدري عنك، يعني خاصة لما يكون ماشي هو صغيرة ولا شيء. فتتحرص وبالليل تحط لك ليتات قوية منبهة حتى الواحد يشوفك، تحرص سترة النجاة دايم معاك، يعني تاخذ احتياطاتك، يعني مجداف قوي، المكينة تشيك عليها دايم. فإذا أنت مشيت إن شاء الله بالأمور هذه وحصة أنت بتستمتع، لكن إذا ما اهتميت يعني معرض أنك تعرض للأخطار أو الأشياء هذه. فالحمد لله نقول اللي الله يعني يعني متعنا في هذه المشوة ولطفينا وانجانا يعني من مواقف صراحة كانت خطرة علينا. وهالحين راح يعني أعرض لكم يعني لقطات منها بدايات تجهيزنا للكاميرا وشلون، وبعض الصيد وبعض اللقطات، وإن شاء الله تستمتعون في هذا الفيديو وتستانسون، والممكن أحد يستفيد يعني من تجربتي بعض المتواضعة هذه بعض التفصيلات إن شاء الله. ونخليكم مع الفيديو. لأن أنا أطول
يا
هذا عندك تحداك، تقيل على الكرفان مرماي.